واحد بيقول قداستكم بتقول ان الانسان بيبذل جهد للحصول على بر عشان يوصل له المعمودية. هذا ممكن ان يكون للشخص البالغ الذي ينال المعمودية، ولكن الطفل في المعمودية اي جهد يبذله لكي يحصل على البر في المعمودية؟ طبعا الطفل ما بيبذلش، ما هو قلنا على ايمان والديه، يبقى الجهد جهد والديه. ولكن مع ذلك هذا البر الذي يناله الطفل في المعمودية ليس وثيقة أبدية، فممكن أن يخطئ بعد كده، وممكن أن يفقد البركة اللي أخذها في المعمودية. صحيح المعمودية لا تعاد، لكن ممكن يفقد البركة اللي أخذها في المعمودية ويبقى برضو لم ينال البر. هو يعني ما فيش أطفال اتعمدوا وغلطوا؟ كل الشباب اللي بيغلط ده ما كانش متعمد قبل كده؟ فين البر اللي خده؟